بعد جولة إفريقية شملت عدد من دول أفريقيا وحوض النيل، يعود الداعية الدكتور عمرو خالد مؤسس أحدث حزب في مصر محملا بأفكار وخبرات رائعة في التعامل مع دول إفريقيا وحوض النيل. النهارده معانا دكتور عمرو علشان نعرف منه نتائج هذه الزيارة وإيه اللي ممكن يعمله المصريين علشان يرجعوا لحضن أفريقيا ويرجع لهم عمقهم الأفريقي من تاني. وأيضا مشرفني أيضا يعني بصحبة الدكتور عمرو دكتور عادل هندي مدرس مساعد بجامعة الأزهر. أهلا بك دكتور عادل. أهلا مرحبا. الأستاذ إبراهيم محمد ليسانس دراسات إسلامية واللغة الإنجليزية جامعة الأزهر. وأرحب مرة تانية بالدكتور عمرو خالد. أهلا بك دكتور. أهلا بك. ويعني اسمح لي الأول نتكلم على موضوع يعني هم هيشرفونا الأساتذة عشان يكلمونا عن الدور المبادرة المهمة اللي هم بيعملوها في سيناء. وأظنهم أنت ممكن يعني أنا تحكي لنا الموضوع بالظبط. استأذنك، من حوالي سنة وجدنا أن هناك كثير من شباب الأزهر الخريجين حديث التخرج والمتميزين جدا والأوائل على كلياتهم وبأعداد غفيرة، ويريد أن يكون لهم دور كبير بس بشيء من التدريب على مهارات التعامل مع الناس، على مهارات كيف تكسب القلوب، إيه أولويات الشباب المصري. بدأنا ننشئ أكاديمية من رحم صناع الحياة. وبالتالي هذا المشروع يعني مشروع لا علاقة بصناع الحياة. بدأنا ننشئ أكاديمية اسمها أكاديمية الدعاية المعاصر، بدأنا نجيب كبار الرموز الدينية تدرب الشباب، حوالي 50 أزهري من أوائل الكليات، منهم اللي بيعمل الدكتوراه ومنهم اللي بيعمل ماجستير ومنهم اللي بيدرس باللغة الإنجليزية. وبدأنا نعمل هذه الأكاديمية، والدكتور علي جمعة يدرب، ورئيس إذاعة القرآن الكريم يدرب، ويجي أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة أكسفورد نجيبه من إنجلترا يدرب بهذا وأنا شاركت في التدريب. الدورة الأولى، الدورة الثانية، الشباب يريد أن يكون له دور. وجدنا أن هناك منطقة ملتهبة، وأن الناس بتشاهد الأحداث في سيناء والناس مش عارفة تعمل إيه وزعلانة، وإحنا بنتفرج، وناس بتشجب وناس حزينة وناس خايفة، وإحنا نؤمن إن إحنا لازم نكون مبادرين ونصنع الأحداث. جمعنا أخواننا في الأكاديمية، أكاديمية الدعاية المعاصر اللي بتسجل الآن كأكاديمية، وقلنا لهم تيجوا مساعدين تروحوا سينا. طب والبنات؟ البنات أهليهم قالوا آه نروح. ما خافوش. كان الوضع ملتهب جدا، شباب 35 واحد نروح. كلمنا محافظ شمال سيناء قال أرجوكم محتاجينكم، كلمنا الدكتور طلعت عفيفي وزير الأوقاف قال نمضي بروتوكول فورا. تعمل البروتوكول، تعمل التدشين، انطلق الأتوبيس يحمل 35 أزهري ما شاء الله من أكاديمية الدعاية المعاصر، وعشر أزهريات انطلقوا إلى سيناء، وحضرات ومساجد وخطب جمعة ودروس والكليات والمدارس والأكمنة اللي واقف فيها رجال الشرطة، وراحوا لرفح وقابلوا الأسر اللي كانت مطرودة المسيحية، وشغل لمدة أسبوع. إيه الهدف؟ دعوة إلى الوسطية للعنف، رفض التطرف، وقابلوا بعض المتطرفين، وقابلوا كبار القبائل والعائلات، وهم بقى يجوم بنفسهم هم اللي يحكوا. طيب قبل ما أسألكم هل نجحتم، هل ممكن نسيطر على الفكر المتطرف في سيناء، معنا تقرير عن زيارة حضراتكم وزملائكم في هذه الزيارة المهمة. نشوف التقرير ونرجع بقى نكمل حوارنا معكم. نشوف التقرير. احنا ناس عمليين مبادرين، مجموعة من إخواننا العلماء الأزهريين الأوائل على كلياتهم الشباب، كوننا ما يسمى أكاديمية الداعية المعاصر. عملنا اليوم بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف، مع وزير الأوقاف، أن ينطلق إخواننا وشبابنا الآن، وإخواننا رجال الأزهر ينطلقوا الآن إلى سيناء لنشر الفكر الوسطي ومواجهة الفكر العنيف بالحكمة والموعظة الحسنة.
دكتور عادل، يعني يمكن واضح تماما ان هي زيارة طويلة وتأثيرها ايضا كبير. عايز اعرف تفاصيل بقى ماذا دار هناك. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحقيقة يعني طبعا هي فرصة طيبة جدا ان احنا نتكلم عن ارض سيناء اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها بداية عصر الهداية ونهاية الطغاة والظالمين. الأرض دي يعني في الحقيقة كنا بنسمع عنها كتير جدا قبل ما نروحه. كان في المفروض في رفع واقع وفي فرق عمل اشتغلت ورش عمل وعملنا خرائط، وكان في فريق بحث علمي بيبحث عن رفع الواقع الديني والواقع السياسي والواقع الاجتماعي. المهم نعرف في النهاية خدنا البحث العلمي الكبير ده وحاولنا بقدر الإمكان نحن نوصل فكرة الوسطية وفكرة نبذ التطرف والعنف في سيناء، خاصة وإن في بذرة تكفيريين موجودة في بعض الأطراف في شمال سيناء وغيرها. وكانت تجربة في الحقيقة يعني تجربة عظيمة جدا، لأنها يعني ورتنا التعايش، ورتنا شفنا منها البناء، شفنا منها ملامح حب الناس لأرضها ووطنها، شفنا التعاون المشترك ما بين الناس، شفنا المبادرة والإيجابية. اتعلمنا في أكاديمية الدعاية المعاصر، كانت فرصة ان احنا ناخد اول تجربه وتكون في مكان ملتهب وفي وقت ملتهب في مصر. والحمد لله رب العالمين يعني بزيارتنا لأكمنة الشرطه والجيش وقوات الامن وبعض المدارس والجامعات برضك في الحقيقه كان موضوع الاكمنه ده كان له حاجه عجيبه جدا. نحن نقابل ضباط الشرطه او ضباط الجيش وهم بيقوموا على حراسه البلد والقيام بجهدهم. كان في بعض المهربين للسرر قابلناهم حتى وتكلمنا معاهم، كنا بنتكلم مع كل الناس. يعني الحمد لله كانت فرصة عظيمة جدا ان احنا ننشر فكرتنا، فكرة الوسطية اللي بعض الناس للأسف الشديد غابت عنهم او غاب عنهم هذا المفهوم لدرجة ان هم بيتصوروا ان الوسطية ده مفهوم مستورد او كده، ورغم ان ربنا سبحانه وتعالى قال يعني في كتابه وكذلك جعلناكم أمة وسطة. محتاجين ان احنا نجمع الجهود دي كلها ونتعلم من بعض ونحاول بقدر الامكان نبني مع بعض بلدنا. ولذلك كان في يمكن في اخر يوم من ايام زيارتنا في سيناء او في شمال سيناء خاصه زياره في رفح، وكان حضراتكم يمكن تابعتم حدث موضوع ضرب محل الاحد اخواننا الاقباط او المسيحيين، فكان ابو جورج والحمد لله استطعنا احنا نروح نزوره في البيت. وكان حتى من الطريف ان انا نفسي انضرب كل يوم يعني عشان تيجوا تزورونا يعني ويبقى في حتى ود ولكن في الحقيقه ده حملنا مسؤوليه كبيره جدا ان احنا عاوزين نقول ان سيناء محتاجة جهد كبير، محتاجة الأزهر، محتاجة دعاة الوسطية. الناس قالوكوا ازاي هناك دكتور؟ يعني التقوا يعني مدى استقبالهم أو استعدادهم لاستقبال هذه الأفكار الوسطية ايه؟ عايز أقول لحضرتك إن الناس كانت عاملة عيد، يعني كان بالنسبة لهم نزولنا الأرض سينا كان عيد بالنسبة لهم، حتى بعض القبائل وشيوخ القبائل الموجودين في شمال سيناء في أول يوم إحنا لسه ما نزلناش الشنط تقريبا ولا تسكننا حتى في أماكن الاستراحات. وصلنا وزرنا بعض القبائل وكان يمكن منها قبيلة الفواخرية وكان في كلام احنا يعني اتكلمنا معاهم وشفنا بعض مشاكلهم، لان فعلا اي مكان فيه الايجابيات وفيه السلبيات، اذا ما كناش نقدر نضع ايدينا على بعض السلبيات حتى نظهرها ونقول يا جماعة احنا محتاجين نحل، عاوزين نضع حلول عملية ويبقى في تنمية حقيقية في ارض سيناء. ويمكن قرأت المنشط تقريبا الأسبوع الماضي أن كتير من شيوخ القبائل بيقولوا أن الأزهر هو أول وسيلة تنموية في سيناء، يعني كدعاة وسطية وكدعاة فكر وسطي ممكن ينزل إلى أرض سيناء، وده أول مرحلة حقيقية للتنمية في أرض سيناء. وفي الحقيقة يعني يمكن كان إقبال الناس على المساجد وإقبالهم على الدروس والمحاضرات وحتى المحاضرات الجماعية التي كانت تحدث في بعض المسارح، رحنا المسرح الزراعي الصور فعلا نعم، يعني كان في المساجد عاوز أقول لحضرتك كان الناس متشوقة أنها تعرف. أنا رأيت ناس كانوا عاوزين يعرفوا يعني إيه عبادة في الإسلام، لدرجة ان في بعض الناس ممكن يكون مش واخد باله ان العبادة دي بتعني ان انا ابني في بلدي انا بتعبد لربنا، ان انا اتعايش مع غيري انا بتعبد لربنا، ان انا احاول بقدر الامكان ان انا امسح النبذ او انبذ العنف والتطرف في البلد او في وطني، دي عبادة ربنا سبحانه وتعالى. وكان تواصلنا مع الناس الحمد لله رب العالمين كان نتيجة ما استفدناه في التدريب في اكاديمية الدعاية المعاصر لمدة 6 أشهر تقريبا، وكان في ورش عمل وعصف ذهني وبعض التدريبات. مهم جدا للداعية، ودي يمكن اسجلها ككلمة، ان الداعية ليس مطلوب منه انه يحفظ كتاب ولا يحفظ نصوص عقدية او حديثية او في الفقه او الاحكام الشريعة، لكن احنا محتاجين مع هذا وذاك محتاجين ان يكون لديه اليات وادوات ووسائل ومهارات يستطيع من خلالها انه يكسب قلوب الناس، يستطيع انه يدخل الى قلوبهم ويكتسب يعني او يكسب محبتهم. لان اذا لما الناس يحبوا الشخص
او يحبوا الداعيه يستطيع ان هو يؤثر فيهم. وده شفناه في وجوه الناس لما كانوا بيستقبلونا في المساجد وفي المحاضرات، حتى لما وصلنا مديريه الامن والمحافظه، يعني في الحقيقه كان استقبال رائع جدا. انا شخصيا حسيت ان في مسؤوليه كبيره جدا لكل حته في مصر، بل في الامه كلها احنا علينا مسؤوليه كبيره ناحيتها، خاصه ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول وقفوهم انهم مسؤولون. عظيم. وكلهم اتيه يوم القيامه فردا. نعم استاذ ابراهيم، عايز اعرف مرئياتك، اللي انت شفته، ايه الحاجات اللي انت شعرت ان هي تستحق الوقوف عندها وكانت مبعث اهتمامك جدا وانت في هذه الجوله المهمه في سيناء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي كانت اول حاجه لفتت نظري ان الناس فعلا احنا شايفين عنهم صوره مختلفه تماما غير اللي موجوده. يعني بنشوف حاجات لاول مره بنشوفها، بنشوف ناس لاول مره بنتعامل معاهم. الناس اللي لفت نظري فيهم جدا ان هم بيحبوا الازهر قوي، يعني شكل الناس اللي هم لابسين الزي الازهري وداخلين عليهم ده شيء يعني يستحق الاجلال والتقدير، يعني لدرجه ان الناس كبيرهم وصغيرهم بيقوم وبيحيي بيحيي اللي هو داخل عليه ويتكلم معاه وينتظر يسمع منه اي كلمه. يعني هو بيتصور ان الرجل خريج الازهر هو رجل يعني خليفه الانبياء في الارض. ولذلك حتى كان الطلب اللي كان بيتكرر في كل مكان بنروحه ان هو يا جماعه احنا عايزين فرع جامعه الازهر. احنا محتاجين فرع لجامعة الازهر. طيب احنا عندنا بالفعل خريجين ازهر قليلين، طب حاولوا ان انتم تدربوهم في اكاديميه الداعية المعاصر. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان الناس فعلا عندها استعداد ان هي تفتح قلبها لينا قوي، وعندهم استعداد ان هم يقولوا هم حاسين بايه وايه مدى الظلم اللي هم تعرضوا له، وهم مستعدين فعلا يشتغلوا مع الجهات اللي بتشتغل بصوره جاده لاعاده اعمار سيناء ولاعاده يعني تصليح الاوضاع اللي هي كانت خاطئه. وبيقولوا احنا تعرضنا للظلم، وبيقولوا ولكن احنا مستعدين ان احنا نتسامح في هذا الظلم، ولكن بشرط ان احنا لا يقع علينا ظلم بعد كده، وبشرط ان احنا يتم الاهتمام بينا في الفترات اللي جايه. الحاجه الثالثه ان انا فوجئت بان كان في صدى كبير جدا للزياره. يعني انا كنت في بير العبد في احد المساجد في درس ما بين المغرب والعشاء، وفوجئت بالاخ اللي كان بيوصلني بيقول لي مش انتوا اللي جايين مع دكتور عمرو خالد؟ فانا فوجئت. بير العبد تقريبا بتبعد عن العريش حوالي 75 كيلو يعني، ومدينه صغيره، ولكن الناس فعلا وصل لها الراي ووصل لها الموقف اللي احنا رايحين نعمله هناك. ترحيب غير عادي. الناس ما كانتش عايزانا نمشي بالفعل من قلب المكان، يقولوا لا خليكم قاعدين موجودين، عايزنا نروح لهم، اهل البلد نفسهم عايزين نروح لهم في اي مناسبه موجوده. احد الاخوه كان بيخطب في مسجد، وكان في احد الناس كان مفرج عنه قريبا، فقالوا لا انتوا لازم تجوا لنا بعد العشاء. طيب احنا والله احنا عندنا ارتباطات وعندنا في مدن بعيده عن العريش، في رمانه وفي بير العبد عندنا دروس مش هنقدر نيجي. قالوا لا بالعافيه لازم تيجوا، لو ما جيتوش احنا ممكن يعني نعمل مشكله. هو يعني مش هيعملوا مشكله، ولكن يعني هو الموضوع يعني لا لازم تيجوا بالفعل، ولازم لازم تحضروا وتقعدوا معانا في المقعد بتاعنا. كنا بنتجاوب مع الزيارات دي حتى في المدارس والجامعات. انا فوجئت بان الناس نفسهم حتى المدير الموظفين الاداريين اللي هم من سيناء نفسها، كنت في المعهد العالي للهندسه هناك بحاضر الطلاب، قابلت تقريبا حوالي 3 أو 4 موظفين اول ما شافوني قالوا انتم الناس اللي جايين من القاهره. الناس كانت عارفه ان في مساجد هيبقى في خطب جمعه فيها، فكان في ترحيب واقبال شديد جدا وحرص حتى على حضور الدروس اللي هي ما بين المغرب والعشاء. انا عايز اقول حاجه يا عمرو، هذه اول مبادره غير امنيه تتم في سيناء لمواجهه الفكر العنيف. كل اللي تم حتى الان طبعا، واحنا نقدر الجيش والشرطه وندرك الدور الكبير اللي هم بيقوموا بيه، لكن اول مبادره مش لاجئه للامن، فدي اول حاجه. تاني حاجه شجاعه الحقيقه وزير الاوقاف الدكتور طلعت عفيفي. انا رايح اعرض عليه الموضوع ومش عارفين يعني الوضع ملتهب في سيناء، وبنقول 35 وكلهم يعملوا في الاوقاف، كل اخواننا يعملوا في الاوقاف فورا، ولقوا مش كده وبس، وجيه في التدريب وهو بيدربهم. الحاجه الثالثه اللي عايز اقولها، الشباب الابطال دول دايما نظره لشباب الخريجين من الازهر فيها كده ايه يعني الحقيقه
يعني إبراهيم واللغة الإنجليزية بطلاقة والتعليم بالإنجليزية وهو أزهري وبيحضر MBA الدكتوراه الهندي وهو محضر الماجستير في التنمية البشرية في الإسلام والدكتوراه في القيادة ونظرة الإسلام لدور القائد في صناعة الأمة. الأزهر فيه يا جماعة حاجة حلوة يعني أنا متابع البرنامج من الأول من النهاردة ويعني أنت أول مرة تضحك من أول البرنامج ما علينا إنما اللي أنا عايز أقوله يا جماعة يا مصريين يا اللي تعبانين في حاجة حلوة حاجات حلوة اهي وراحوا سينا وقعدوا أسبوع وعايزين يرجعوا تاني طب وهم اللي بيجروا وبكرة الحفل الختامي بحضور وزير الأوقاف والصحافة هتحضر عشان نقول بقى نتائج الزيارة يا مصريين في حاجات حلوة خلونا نضحك طب خلونا نعرف النتائج عايزين نسمع منكم نتائج قبل بكرة يعني دكتور عادل اتفضل هو طبعا النتائج ان في تواصل لسه ما زال مستمر بيننا وبين اهل سينا وحريصين جدا ان هم يستقبلونا حتى في خطب الجمعه والدروس والمحاضرات وندوات وحتى في المقاعد زي ما اخونا ابراهيم كان بيقول ان في مقاعد دي بالنسبه للناس هي مجلس التواصل الاجتماعي المفروض ان هو موجود في شمال سينا في الحقيقه انا بس احب اركز على يعني خمس نقاط سريعه جدا ويمكن ده اللي انا ناقشته في خطبه الجمعه في مسجد الرفاعي بالعريش وكان حضر حوالي من 2500 ل 3000 مصلي ما شاء الله وكان الحديث عن سيناء او سيناء وملامح بناء مصر وركزت على خمس نقاط اساسيه ودي انا بعتبرها من النتائج اللي انا هشتغل فيها حتى في الفتره اللي جايه ان شاء الله ان احنا محتاجين نبني الانسان يعني الانسان ده هو البذره اللي بتبني البلد واذا لم يتم بناؤه صح بناء عقدي وبناء اخلاقي وبناء فكري وبناء تثقيفي مش هيبقى فيه بناء. الحاجه الثانيه محتاجين نبني الامل، يعني احنا شفنا الصوره موجوده في سينا عامله ازاي رغم الظلم البشع اللي كان بيقع على ارض سينا والاهمال وطبعا دي لها توجهات اما امنيه او سياسيه او غيره، لكن في النهايه في امل يجب ان يكون موجود في قلوب المصريين ان بكره ان شاء الله احلى بكره يكون جميل قوي، بس محتاجين ان احنا مع بعض بالبناء الثالث، بناء التعاون، بناء الاخوه والاتحاد، رغم الخلافات والاختلافات والافكار والتوجهات، لكن احنا بنتفق على قواسم مشتركه ان بلدنا دي لازم تقف على رجليها، بلدنا لازم تبنى مش تتهدم، بلدنا لازم يبقى فيه تجميع مش تفريق، ولذلك بناء التعاون المشترك بين ارض مصر او بين المواطنين المصريين ده ايضا ملمح من ملامح البناء. النقطه الرابعه محتاجين يبقى عندنا بناء اخلاق، لان انا في تصوري ان في خمس ازمات حقيقيه في البلد اللي هي ازمه القياده وازمه الاخلاق وازمه التخلف وازمه الفاعليه والانتاج وازمه الفهم او الفكر، فمحتاجين يبقى في بناء اخلاق من جديد، خاصه ان يعني رساله الاسلام رساله اخلاقيه في المقام الاول. لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق كما في روايه الامام مالك وفي المستدرك عند الامام الحاكم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. البناء الخامس والاخير هو بناء التدرج وحفظ الحرمات، ان احنا محتاجين واحنا بنبني محتاجين تاني، محتاجين صبر، محتاجين رفق، فما كان الرفق في شيء الا زانه وما كان العنف او العنف في شيء الا شانه. فدي نقاط مهمه جدا انا بعتبرها من النتائج اللي انا استفدتها شخصيا، خاصه لما دلوقتي بنحاول نبني مصر بجد، محتاجين نبني الانسان ونبني الامل في قلوبنا بعد عصر ياس كبير كان بيملأ في قلوب المصريين كده، الياس بيتصب لهم في الكوبايات، يعني لدرجه كان المنحه ولا عاوزين مش عارفه ايه، انتوا عددكم كبير واجيب لكم مين، ده الايام اللي جايه ايام سوده، هذا كان كنا نسمعه. رغم ان ربنا سبحانه وتعالى يقول في الكتاب ولا تيأسوا من روح الله انه لا ييأس من روح الله الا القوم الكافرون. استاذ ابراهيم النتائج في تقديرك انت؟ هو اعظم نتيجه بصراحه خرجنا بيها ان احنا وصلنا لاهل سينا في ناس حاسين بكم وفي ناس شايفين ان انتم التعامل معاكم مش بس هيكون عن طريق الدوله، انتم جزء اصيل من المجتمع المصري وحائط صد ومنع حاجات كتير جدا سيئه عن المجتمع المصري، وبالفعل هم شايفين ان هم عملوا حاجات كتير جدا للبلد ولم يكافئوا عليها. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا فعلا وصلنا للناس رساله في سيناء، قلنا لهم انتوا لازم تشتغلوا اكتر من كده، دي انتم ليكم حقوق سلبت منكم وانتم يجب ان تطالبوا بهذه الحقوق بالطرق السلميه وبالطرق المشروعه التي يطالب بها الناس بحقوقهم. في نتيجه انا شايف ان احنا نقدر نقول انها كانت كبيره جدا، ان كان في محور من المحاور الاساسيه جدا الاساسيه اللي احنا كنا بنتكلم فيها مع الناس، دفع الناس لمجموعة من الأخلاقيات، أخلاقيات الرحمة، خلق العفو، خلق الترابط والتلاحم والاعتصام بالدين والاعتصام بصحيح الدين، نشر الروح الوسطية. النقط دي وصلت قوي للناس.
حتى لما كنا يعني بنتكلم معهم عن الترابط اتكلمنا بصوره عمليه، رحنا لهم قعدنا في البيوت معهم. الاخوات الداعيات اللي كانوا معانا راحوا زياره اولى للنساء، وحضرتك يمكن تعرف طبيعه المجتمع السيناوي هو منغلق شويه. صحيح. ومش سهل ان هم ينفتحوا على اي حد، لا هم استقبلوهم استقبال واحتفلوا بهم احتفالات كبيره جدا، واصروا ان هم ييجوا، وما زال حتى الان في بعض الاتصالات بتجري ما بينهم، ونزلوا السوق وتكلموا مع النساء. حسسنا فعلا الناس ان احنا مستعدين ان احنا ننفتح عليكم بكل ما نملك، وبالتالي هم ما بخلوش علينا باي حاجه. عظيم جدا. انا الحقيقه اثمن جدا الدور، واثمن جدا المبادره الطيبه. دايما دكتور عمرو دايما صاحب المبادرات الطيبه يعني، وبشكر جدا الدكتور عادل هندي، واتمنى لك التوفيق ان شاء الله في، وهنتابع معاك ويعني هذه المهمه الصعبه. وبشكر ايضا الاستاذ ابراهيم محمد، ويعني وفعلا بنشد على ايديكم يعني اكثر الله من امثالكم، ومتشكرين جدا. سينا محتاجاكم فعلا، واحنا معاكم باذن الله ان شاء الله. فاصل ونعود يعني استمر حوارنا مع دكتور عمرو خالد في موضوعات اخرى كثيره. هنتكلم عن افريقيا، هنتكلم عن الحزب، هنتكلم عن الاوضاع الحاليه، هنتكلم عن العشر الاوائل من شهر ذي الحجه بعد الفاصل مع دكتور عمرو خالد.